بس يعني عشان تضبط الاشياء، اهم شيء ان تبدا الحلقه يعني كويس. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، ارحب فيكم مشاهدي قناه روتانا الخليجيه. ساعه شباب بدا وبدينا فقراتنا وفرتنا ان شاء الله معاكم باذن الله. اليوم راح تكون يعني هروج ما تخلص باذن الله، سواء من فقره سوالف او فقره سناب شات او حتى ضيوفنا اللي مشرفينا اليوم اللي حنعرف عنهم كثير. امسي عليكم بالخير واكيد على زميلتي لمياء. هلا طراد، اكيد يا هلا فيكم، مساء الخير على كل اللي يتابعونا على قناه روتانا خليجيه. في بدايه حلقه كالعاده اكيد مواضيع شبابيه وفقرات منوعه، اتمنى انها تعجبكم. طيب اليوم يعني في عندنا سؤال كالعاده، وسؤال يعني لطيف الى حد ما. قد فكرتوا في الاشخاص اللي حولكم، ايش يعجبهم من اكل وايش ما يعجبهم، تحديدا الاشياء اللي ما ياكلوها او اللي ما تعجبهم؟ دائما نسال هذا الشيء، يقول لك يا عمي انت تقعد تتفزلك لي في الاكل خلاص كله وانت ساكت. احنا عندنا دائما يعني تمشي الامور هذه، بس حقيقي في ناس عندهم حساسيه من اكلات كثير، وفي ناس ما يستصيغوا اكل معين. يعني اعرف ناس لمياء ما يحبوا الاكل اللي فيه زي الادامات اللي فيه مويه كثير، اللي ما يقدروا يستطعموه. يحبوا الاكل الناشف مره، ما يحبوا الاشياء اللي هي كذا ملخبطه. فعلا صح، حقيقي ترى احيانا بيكونوا اخوان في نفس البيت متربيين مع بعض، بيكون في اختلاف كبير بين ذوقه في الاكل. ودائما انا يعني امشي على مقوله لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. طبيعي انه ناس كثير في اكل بيعجبهم، في اكل ثاني ما بيعجبهم. نقول على الناس وما تتذوق. ايش الاكل اللي ما تاكليها؟ لسه بسألك هذا السؤال. لا أنا سبقتك. والله أنا ما شاء الله علي أكل كل شيء. الأخضر واليابس زي أحب كل شيء أكله، بس صراحة في أشياء الغير مألوفة دي الجديدة لسه ما جربتها، لسه ما قادرة أتقبلها. الجراد مثلا، في ناس تاكل جراد ترى. ايوه ما عندنا مشكله، بس انا اقصد الاكلات بشكل عام، يعني ما اتكلم الجراد. زمان والله كانوا اعرف زمان يعني ناس والضبان كذا كل ضب قبل كذا. لا ما حصل للشرف صراحه. عموما احنا عندنا طبعا اجوبه للناس من خلال تويتر، خلال تحديدا هاشتاج ساعد شباب. سالنا السؤال هو ايش الاكله اللي انت مستحيل تاكلها ومستحيل تجاريها حتى. نشوف اول استطلاع معنا، او اول عفوا تغريده. أول تغريدة من عسل، السوشي طحالب وسمك، نيلة التعذيب ده. حرام عليك يا عسل والله، يعني السوشي لذيذ. أقول لك جربي الكريسبي سلمون يمكن تقتنع شوية في السوشي. أنا السوشي بكل أنواعه لا أقول لا أبدا. نشوف التغريدة اللي بعد. سوزان تقول المحار، أفا والله السيفود كله لا غنى عنه، ما إيش ما كان، إيش ما كان سيفود أنا قدام. روح. خليها تاكله ومقلي المره الجايه يمكن تغير رايها برضه. نهى تقول كل انواع اللحم مستحيل اكلها. والله نهى شكلها فيجيتيريان صح؟ واضح كده مشكله. التغريده اللي بعد من ايميدو يقول الاكل الصيني والجاوي بشكل عام، ما ادري ايش يحسوا، يخلطوا حلو على مالح، يحطوا فواكه على الشوربه والرز. شوف يعني اوكي يعني لا تعليق، بس والله في بعض الاكلات ترى جيده لما تخلط الحلو بالمالح. في حالة اوقات جربتها. ايوه للاسف جربتها، في اشياء عجبتني فينا، في اشياء يعني خلينا نشوف. خلينا نشوف اسماء العتيبي، المكرونه بانواعها ما احبها لكن مستحيل اكلها، ما في مستحيل اكلها، ما في، لازم نجرب كل شيء وندوق شويه ملعقه ما تضر. يعني انا مو معاك في الشيء ده، انا من عشاق المكرونه، الاكل الايطالي بشكل عام. هو الاكل الايطالي كمان، حاولي تجربي مره واثنين يمكن تقتنع في الفكره المره الجايه. اسماء شوف ايش في ابداعات ثانيه. رهف السي فود، كيف عايشه يا رهف، حرام عليكي الا اذا كان عندك حساسيه. انا عندي واحد من اصحابي مسكين يجي له حزام ناري بسبب الحساسيه بسبب السي فود. الله يكون في العون صراحه. خلينا نشكر على نعمه الصحه. بنصمت جروب كلاوي. أوف. يعني من المفضله لدي صراحه يعني. والله شيء تاكل كلاوي ترى؟ طبعا. انت عارف انا وصغيره كانوا اهلي يخلوني يجيبوا الذبيحه يخلوني الكلاوي على جنب. بس لما كبرت بطلت اكلها. انادم فيكي يعني ولا ايش؟ انادم فيكي ولا انت تحبيها؟ لا يخلوني الكلاوي يعني تحبيها يعني. ايوه لمية كلاوي على طول. الله تبارك. ايش اللي بعده؟ طيب مسقعه، عفاف المسقع يعني ما ماني معاك مره يا عفاف ده الموضوع. شكله الناس اذواق صح في النهايه. الناس اذواق. هذه كانت اخر تغريده ولا معصوب يا عمي اتقي الله في عمرك. ياسر ايش جوك؟ معصوب خيس في اللي بعده.
تركي ايش يقول؟ تركي مقادم ما ادري ايش اكل كل اعضاء اكل كل اعضاء لا لا يعني... دقيقه لا ما اتفق معنا ما هو كل عظام بس وفيها فائده مره طيبه للركب والله فائده المقادم يلا تراضي صحكم بيها خوخه عن نفسي اكل كل اكل كل شيء في الارض خوخه تمثلني على فكره يا جماعه صح الخير حسين. الاخضر واليابس يعطيها العافيه خوخه ويعطيكم العافيه كلكم ما شاء الله تبارك الله سوير ايش تقول الله يكرم النعمة تشيز كيك ليش؟ في أحد ما يحب التشيز كيك؟ يعني ردودكم اليوم صراحة طب انتوا ايش بتاكلوا إذا كل الأكل ما عارف ايوه غريبة ايش بتاكلوا؟ ريتاج تقول ما آكل استاكوزا يعني حرام عليك يا ريتاج الاستاكوزا ما في أحلى منها والله شوفوا يا جماعة الخير هو تختلف الملوخية والسبانخ مهما اختلفت الردود يعني انا ما اعرف على اي اساس كان ودي كمان تكتبوا ليش ما تحبوا هذا الشيء الملوخيه والسبانخ من الاشياء الطيبه جدا المفيده سويم تقول ما اكل ورق عنب لا حرام مين عليك مين في الاستوديو هنا حرام. ما يحب ورق العنب ما ادري في احد من المصورين اعتقد يرفع يده مين ما يحب ورق العنب كلكم تمام انا من محبين ورق العنب بالله بالله عليك ما لك فيه سبحان الله انا قلت في احد افتكرت هذا الاستوديو قال كان عندنا طبخ هنا في الاستوديو ورق عنب عموما باختلاف الاذواق عمرها ان شاء الله الـ 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 يعني اختلافات هذه ما تسبب مشاكل كل واحد يطلب اللي يبغاه ويعيش جو وكانت هذه اسئلتنا في ساعه شباب تحديدا لارائكم والاستطلاع بشكل عام فان شاء الله المرات الجايه نشوف ايش عندكم من افكار اكيد ونتمنى تتواصلوا معانا دائما على هاشتاج ساعه شباب والايميل اللي بيطلع خلال الحلقه قدامكم على الشاشه ودحين خلونا ننتقل لفقره كابتن ريما لايف يا هلا والله يا كابتن ريما باد ولميا وقبل لا اروح لمشاهدينا بسال لميا سؤال من اول تنظرين فيني وتضحكين ليش؟ لا تقولي عشان الاكل انه انت قاعده تنظريني وفجاه تضحكين كيف؟ ايش الاكل؟ لا انا من نفس القسم يعني الحمد لله معاكم كل شيء اجربه ما شاء الله واي اكله تجيني اجربها ما اقول لا اللي جاز لي جاز لي واللي ما جاز لي وخرت عنه بس من النوع اللي احب التجارب وما عندي مشكله وما اقدر اقول لكم صراحه ايش الاشياء او الاكلات اللي جربتها واحبها واكلها الى الان لاني اتوقع لو قلت هالموضوع ممكن تقلب من القناه فما ابغى فعموما صراحه الاجابات كانت جميله وغريبه بعض الشيء خاصه اللي ما تاكل تشيز كيك مثلا او ورق العنب مثلا غريب يعني عموما جربوا يا جماعه مو غلط كل يمكن تعجبك المهم تراد ولم يخلونا ننتقل لفقرة كابتن ريما لايف اليوم أو سؤالي كان لكم أنتم كيف تبدأ يومك بإيجابية أخذنا الإجابات طبعا الإيميل دائما موجود إن شاء الله حيكون بيني وبينكم نقاش أطرح لك سؤال أو أطرح لك أنت سؤال وتعطينا الإجابة عن طريق السناب تصورين نفسك أو تصور نفسك سناب وترسل لنا إياه دائما على إيميل البرنامج اللي بيكون ظاهر طول فترة برنامج ساعة شباب خلونا نشوف شلون تقضون أوقاتكم أو تبدأون يومكم بإيجابية يومي يكون إيجابي بإني أصحى الصباح أدعى دعاء بسيط وأحصن نفسي أبوس راس الوالدة ابتسامة منها بعيد عن السياسة بعيد عن التعصب حق الكورة أنا في السليم صباح الخير إنك تصحى من بدري تصلي الفجر في جماعة تروح النادي تتريض كيف يعني شعور بالسعادة لا تنسى انك تبدا يومك بابتسامه انك تقوم تدور ايش قبل يد ابوك وامك حتى انت راجع من الدوام تحس انه سبحان الله سبحان الله تدخل لا شعوريا تدور عليهم وهذا الشيء سبحان الله مسوي لي انا بركه في حياتي وفي رزقي والله يبارك لي ويبارك لكم يا رب ابدا يومك بايجابيه اصحى بدري جهز بدري اخرج من بيتك بدري روح مر خذ لك كوب قهوه روق اعتقد انه جمال الصباح وجمال اليوم ما يكتمل الا برضا الوالدين اصير انسان ايجابي اذا بعدت التفكير والتصرف السلبي من حياتي. Start your day with a smile. أكيد كذابة ما أبدأ يومي كذا أكيد أقوم بكشتي ولكن ما أنشر هذه السلبية للعالم ودائما أجدد من نفسي. طيب العافية. طبعا بس أوجه تحية كمان للمذيعة الجميلة المتألقة شادي عبد العزيز اللي كانت في آخر الفيديو أحب صراحة إنسانة عفوية عموما دايم ابدأ يومك بإيجابية واختم ووسط يومك بإيجابية واختم يومك بعد بإيجابية على أساس تقدر تمشي أمور حياتك كلنا نمر بدروبات في حياتنا كلنا نمر بأمور ممكن تضايقنا ظروف إلى آخره الحياة يمكن ما ترحم بالظروف اللي هي موجودة اللي موجودين فيها أو اللي قاعدين نمر فيها لكن
يمكن أنت تقدر أنك أنت تخلي الخطوة الجاية تكون أفضل واللي بعدها يكون أفضل. فكل شيء بعد الله سبحانه وتعالى بيدك أنت وبيدك أنت. كده انتهت فقرة كابتن ريما لايف، بنكمل معاكم باقي فقرات ساعة شباب ونروح وننتقل الحين للميا وتراد. يعطيك العافية كابتن ريما. مشاهدينا مكملين بفقراتنا أكيد، ولكن بعد الفاصل.